قال هنا ما قررناه قبل قليل لابد من عباده الله وترك الشرك ولذلك كل المشركين يعبدون الله لكن كل المشركين يشركون بالله من هم الموحدون الذين يعبدون الله ولا يشرك به شيئا لو ان إنسان لا يشرك بالله شيئا ولكن يعبد الله هذا هو التوحيد اه لكم السالفه لا يشرك بالله شيئا ويعبد الله لا يشرك لها شيء هذا ايش؟ ومن يستنى ما يجتنب الطاغوت ها آه؟ ويعبد الله صح؟ طيب لو ان انسانا لا يعبد الله ولا يشرك به شيئا ما يشرك لكن ايضا ما يعبد الله ها؟ آه؟ هذا ليس بعابد لله مع ان في الحقيقه هذا هو مشرك ايضا لماذا؟ لان ما الذي حمله على ترك عباده الله؟ لماذا؟ صح عبد هواه ما يريد ان يعبد الله اذا هو عبد هواه افرأيت من اتخذ الهه هواه الله جل وعلا خلقه ليعبده وحده لا شريك له وهو يترك عبادة الله يعني متبع لهواه بترك عبادة الله فهو مشرك فالموحد هو الذي يعبد الله ولا يشرك به شيء فمن ترك عبادة الله او عبد الله وعبد معه غيره فكلها ليسوا بناجين الناجي من الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا نعم